يا دكتور عمرو، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معانا. كريم، متشكر جدا متشكر جدا، اخبار والف حضرتك؟ مبروك للشباب اللي عندك، الواحد فخور بيهم جدا بصراحة. عارف انا فعلا فخور. انا بص، انا عايز اقول لك، انا قاعد وانا مبسوط وفرحان انه احنا، كنت لسه بقول لهم قبل حضرتك تخش على طول، انه احنا دايما نتكلم على الاداره الرياضيه في مصر، والاداره ومش والناس الكرييتيف والناس اللي بتفكر بره الصندوق. فانا فرحان ان في نماذج زي ديت حقيقي مشرفه. فحضرتك هتقول لي اكتر، وانت كنت المشرف على هذه الدبلومه، تقول لي ازاي الناس دي اشتغلت وازاي اصلا عملوا انجاز كبير. انا كنت وما زلت، هو بس في طبعا نقطه ما اقصد ما قالتهاش زلت مرام. يعني. طبعا مرام اتكلمت عن الـ عن الـ عن الدبلومه، بس ما قالتش ان هم يعني يعتبر دول الكريمه، دول افضل عناصر اتقدمت، لان زي ما بيحصل في المتطوعين اتقدم 80,000 وخدوا 5,000، برضه في الدبلومه دي فوق 700 واحد اتقدموا وخدنا 100 في الاخر. عدوا بتلات انترفيوهات وخدنا الناس الاكثر جديا واللي هيفيد زمايله اكتر والمعني اكتر بدبلومه، لان في ناس بتقدم عشان تاخد شهاده، الورقه بس عشان تشتغل بيها او تساعدها في حياتها، مش متخصصين قوي. والتخصصين مش معناه ان هو شغال في حاجه، معناه ان هو عنده خبرات سواء بالعمل او بالتطوع. صحيح. انا يمكن عمرو اعرفه من قبل الدبلومه، عمرو عادل، انا كنت معاه في، هو كان متطوع في بطوله افريقيا، كاس امم افريقيه 2019، صحيح. وانا كنت مدير اعلام في استاد القاهره، وكان شغال معايا، وكان واضح من الاول هو مختلف. يعني هو دايما تلاقيه، هو كلهم اذكياء طبعا، كلهم على مستوى عالي، بس هو عنده حته زياده كده، كان واضحه من الاول. لاحظ. وبعد ما خلصنا عرفت ان هو قد في الدبلومه، حتى ما حبش يقول لي عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع السبورت. انا اتفاجئت بيهم الانترفيو، قعدت قلت له يا ابني ما قلتليش ليه طيب؟ فدخل هو نجح بمجهوده بشطارته، وكده هم اختاروا بعض في من خلال البرنامج، لان هو بيخش بيتعرفوا على بعض من خلال البروجرام، هم اختاروا بعض كاعضاء، واعتقد هم كان اختيار موفق، لان كل واحد فيه عنده حاجه مش عند التاني. صحيح. واختاروا السبجكت، وانا برضو انبسطت جدا جدا من الموضوع ده، لان احنا عانيت معاهم برضو وقت البطوله في حته المتطوعين والمشكله، وكان فيها عشوائيه شويه في العمل. طبعا ما اعتقدش حاجه، في حاجات ايجابيه كتير جدا حصلت في افريقيا، بس حته طبعا المتطوعين دي كان فيها يعني فيها حته يعني كان فيها مشاكل شويه. والموضوع عجبني، وعشان كده شجعته عليه، وفرحان جدا، وفرحان جدا، لان انا التيم ده، انا يعني انا ممثل في الفيفا، معايا ناس من جامعه القاهره، وطبعا معايا ناس كتير، بس اعتبر كابتن الفريق ده، انا اقدم واحد فيهم، بقالي 14 سنه من وقت ما عمل البروجرام في مصر. صح. طيب وكان دكتور عمرو، نحلم كل سنه ان حد يكسب، دكتور ما عمرو، حدش كان بيكسب. دكتور عمرو، عايزك انت بقى تقول لي بمنطق اللي حضرتك فاهم ودارس في القصه دي، وزي ما انت قلت كده بقالك 14 سنه، فانت شايف كل المشاريع اللي اتقدمت او الدبلومات اللي اتقدمت قبل كده، شايف اهميه المشروع ده ايه؟ يعني اهميه المشروع ده لبلدنا احنا ايه؟ هيفيدنا في ايه بعد كده؟ هو اول حاجه طبعا حكايه تنظيم الموضوع، لان عندك ايفنتات كتير بتعملها، وكان فعلا الموضوع اللي زي ما قلت لحضرتك في الاول، الموضوع المتطوعين وتنظيم دخولهم، يعني في ناس كتير بيبقوا عايزين يخشوا ما بيعرفوش، يعني انا حتى عندي ناس قرايبي وشباب صغير بيبقوا عايزين يخشوا في البطولات ومش عارفين يقدموا ازاي، السيستم وقع، دخلنا ابلكيشن ما حدش كلمنا، البلاتفورم والويب سايت اللي عاملينه ده والسيستم كله على بعضه هيساعد كتير ان الموضوع يبقى اكثر نظاما. ولو فعلا تم، انا مبسوط قوي ان عمرو سجله الاول، صح. يعني خد اول خطوات جديه في تنفيذ المشروع. هاي. يعني لو في جهه تبنته وتم تطبيقه بالفعل، هيساعد كتير جدا، الموضوع هيبقى اكثر تنظيما، وهيحل لنا مشكله المتطوعين اللي بنقابلها في كل بطوله. يعني صحيح. دكتور عمرو محب، مشرف بدبلومة الفيفا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.